للحديث أكثر يسعدنا أن ينضم معنا على الهواء مباشرة المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بك باشمهندس. عاوزين نعرف دور شركة أوراسكوم في إنشاء خط القطار الكهربائي الخفيف LRT. بحسب معلوماتي أنتم المسؤولين على تنفيذ خطوط هذا القطار. احنا الحقيقة كان لنا دورين، احنا في تحالف مع شركة المقاولين العرب، احنا اللي نفذنا المحطة التبادلية اللي هي بتربط ما بين المترو والسكة الحديد والLRT، وكمان في نفق بيربط بمراكز الانتظار ومحطة السوبر جيت اللي هي في الناحية الاخرى من الطريق. الحاجة التانية اللي نفذناها لوحدينا كشركة أوراسكوم اللي هو تنفيذ خطوط السكة نفسها. احنا نعتبر من الشركات القليلة في مصر اللي لينا تخصص اكتر من 40 عام بنعمل خطوط سكة حديد. احنا بنعمل البازلت والفلنكات وتوريد القضبان واللحامات، وان احنا نركبها بحيث انه تسمح للشريك الصيني يقدر يركب عليها القطارات وتعمل بشكل آمن. باشمهندس، يمكن كل مرتادي وسيلة النقل الجماعية وتحديدا سواء كانت قطارات أو خطوط سكة حديدية دائما ما يبحث عن ثلاثة عناصر: عنصر بشري مدرب، أمان، وسرعة. إلى أي مدى يحقق القطار الكهربائي الخفيف هذه العناصر الثلاثة؟ هو الحقيقة القطر ده بما أنه هو اتبنى في الفترة من 2020 وتسلم النهاردة، احنا بنقول أن ده يعتبر أحدث التكنولوجيا في هذا المجال وصلت مصر في الوقت الحالي. غير الأمان وغير أن في شركة موجودة حاليا تعاقدت مع وزارة النقل لإدارة وصيانة هذا القطر لمدة افتكر 30 عام. لكن اللي انا عايز اقوله كمان بالاضافة للتلات عناصر اللي حضرتك قلتهم، في عنصر البيئة. هذا القطر قطر كهربائي لا يستخدم المازوت او السولار، الوقود الاحفوري، وبيستخدم بالعكس بيستخدم كهرباء. ودلوقتي احنا عارفين وزارة الكهرباء بتعظم من الطاقة المتجددة، وبالتالي هيبقى الانبعاثات من هذا القطر تعتبر قليلة جدا. ايضا باشمهندس، يعني نحن نتحدث عن استراتيجية متكاملة تعكف عليها الدولة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد. هذه الاستراتيجية تشمل تطوير كافة قطاعات النقل والطرق. ايضا دور شركة أوراسكوم في هذه الاستراتيجية كي تتحقق ونرى ما نشاهده اليوم. احنا الحقيقة لينا الشرف ان احنا نبقى في هذه المنظومة. احنا زي ما سيادتك قلت احنا بنشتغل بقالنا يمكن اكتر من 35 عام مع وزارة النقل، لكن في الفترة اللي فاتت احنا بنعمل في مجال مترو الانفاق، احنا بننفذ المونوريل اللي بيربط ما بين القاهرة والعاصمة الادارية وبيربط ما بين القاهرة والستة اكتوبر، احنا مشتركين مع سيمنز في طريق في القطر السريع. الحقيقة طبعا مش هتكلم على الطرق لان الطرق دي حاجة اساسية بتعملها وزارة النقل وايضا الهيئة الهندسية، فاحنا لينا مجال كبير جدا في هذا. اللي انا عايز اقوله كشركة عاملة في مصر وكمستثمر، لازم يبقى في وسيلة نقل للافراد والبضائع ذات كفاءة عالية وآمنة عشان يحصل تطور اقتصادي في البلد. وهذا هو ما يتحقق الان، وده بيتحقق دلوقتي. وانا عايز اقول حاجه بالنسبه للLRT. الLRT النهارده يعتبر اول وسيله نقل من القاهره الى مدينه كبيره قريبه اللي هي العاصمه الاداريه. يعني حضرتك مفيش زي كده ل 6 اكتوبر، مفيش زي كده للسادات، فده هيساعد على سرعه تسكين العاصمة الإدارية بمعدلات أكبر بكتير من اللي احنا شفناه في 20-30 سنة اللي فاتت. باشمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، شكرا على وجودك معنا يا فندم في هذه التغطية الحصرية لافتتاح السيد الرئيس لهذه المحطة، محطة عدلي منصور التكاملية.